سنبقى في أوكرانيا ولكن سننتقل للعاصمة الأوكرانية كييف مع مفيدنا سمير عمر. سمير، أيضا آخر التطورات المتعلقة بالعمليات العسكرية والميدانية، تصل الأنباء من دونباس وأيضا ماريوبل وتحديدا مصنع زوفستال. يعني هو منتصف نهار اليوم 76 في هذه الحرب التي انطلقت في 24 من فبراير، ووفقا لوزارة الدفاع الأوكرانية فإن يوم أمس شهد عدة عمليات على جبهات القتال على طول خط التماس كما أكدت بيان وزارة الدفاع الأوكرانية. بالأمس صدت قوات الدفاع الأوكرانية نحو 15 هجوما روسيا في منطقة لوغانسك ودونيتسك، وأنها أيضا تمكنت من تدمير 25 مركبة ومدرعة قتالية ونقل جنود على حدود التماس بين الجيشين. وإضافة إلى ذلك تقول وزارة الدفاع الأوكرانية أنها تمكنت من تدمير 3 أنظمة مدفعية للقوات الروسية. إضافة إلى ذلك وفي محصلة هذا اليوم 75 التي أعلنت اليوم، حاكم خاركييف يقول إنهم عثروا على 40 جثة تحت أنقاض مبنى تم تدميره من قبل الجيش الروسي في مارس الماضي. هذا على المستوى العسكري المباشر، لكن أيضا وفقا للدفاع الأوكرانية فإن عمليات يوم أمس وصباح هذا اليوم تواصل القوات الروسية حشد قواتها في ماريوبول وتواصل استهداف البنية الأساسية لمصنع أزوفستال تمهيدا لاقتحامه على حد تعبيرهم وتقديراتهم. أيضا تواصل وزارة الدفاع الأوكرانية تأكيدها على أن القوات الروسية تعيد تمركز قواتها على طول خط التماس في الجبهة الشرقية والجنوبية الجنوبية والشرقية الشمالية. على المستوى السياسي هذا اليوم يوم جيد بالنسبة لأوكرانيا لأنه يعقب قرار الرئيس الأمريكي بمدها بما تحتاجه من مساعدات عسكرية عاجلة وفقا لقانون كان قد اتسمته الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية لدعم ومساعدة الدول التي تقاوم من أجل الدفاع عن ديمقراطياتها. هذا اليوم 76 من هذه الحرب الذي يؤكد خلاله زيلينسكي أنه سينتصر هو بلاده على في الحرب الروسية على بلادهم.